معرض فني تشكيلي بتنظيم عراقي على أرض الإمارات يجمع لوحات تعبر عن ثقافات دول مثل إيطاليا والبرتغال وأمريكا والسودان وبولندا فضلا عن العراق، حيث ظهر جليا تعدد المواهب واختلاف المدارس التشكيلية لكل فنان شارك في المعرض. فكرة الجمع بين الثقافات باعتبار كنا من بني البشر وثقافات بياناتنا اللي مختلفة، فنحاول نجمع ونقارب بين الثقافات هذه عن طريق المعارض والأفكار الفنية، لأن كل بلد إلى أسلوبه وإلى تكنيكه وإلى طبيعته. مثلا الفن الإيطالي يعتمد على الكلاسيكية وعلى السريالية وشوف التفاصيل الدقيقة. البلدان العربية كل واحد على طبيعته الجغرافية تأثر على التأثير الثقافي والفني باللوحة، فتأثيرات هذه اللي تحدث نريد نجمعها بغدقة واحدة ونتعرف عليها، فكل واحد يقوم يعرف ثقافة الثاني حتى تتقارب الشعوب فيما بينها. I love all kind of art. أنا نفذت آفا منذ 2015 في إيطاليا، ونفذت المعرض في الإمارات منذ 2018. آفا معناه الفن ضد الفن، فنحن نؤمن بكل أنواع الفنون وكل شيء يمكن أن يكون فن أو يصبح فن. أنا أؤمن بهذه القوة، لذلك صنعت هذا الاسم. لدينا هنا العديد من الفنانين المشتركين الإيطاليين، البرتغاليين، الهولنديين، والسودانيين، والعراقيين. لدينا هنا مكان لرؤية وإحساس الفن، لأن الفن هو الحياة. لفن الخزفي مشاركة فاعلة في معرض اتحاد الثقافات، حيث أقيمت ورشة فنية لعمل بعض الأعمال الجميلة من ألف الطين إلى ياء العرض والإبداع. تعتبر حرفة الخزف أو فن الخزف من أقدم الفنون في يعني أقدم الفنون العالمية، خاصة في الشرق الأوسط وفي العراق. خزف له شكل خاص وله مدلول خاص وله يعني نظرة خاصة غير عن باقي الفنون، لأنه يعتمد على اختزال كثير في المفردة الخزفية. يعني أصل الخزف هو تجريد أكثر مما يكون تشكيل واقعي أو رسم واقعي صرف. من مميزات معرض اتحاد الثقافات الفني التشكيلي هو إعلان بدء الموسم الثقافي والفني في دولة الإمارات العربية المتحدة. لبرنامج صباح الخير يا عراق، باسم الفضلي، الشارقة.